النوع الثالث من الثراء هو الثراء السلوكي الأخلاقي، الشخص اللي ما عندوش ضحايا كتير في الحياة بسبب أخلاقه الحادة، لأنه كان ثري أخلاقياً، قادر على بث سلوكيات بناءة غير منفرة. وده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه: ده أقرب واحد ليا، أقربكم مني مجلساً أحاسنكم أخلاقاً، وإن أبعدكم مني مجلساً الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. كل ده نتعلمه مع بعض عشان يبقى عندنا ثراء سلوكي أخلاقي.